ايه رايك؟ ذوقك حلو قوي في كل حاجة. انا ذوقي حلو عشان اخترتك. مش شايف انك استعجلت؟ انا اتأخرت، بس انا في حاجات كتير ما تعرفهاش عني، كان نفسي احكيها لك عشان ما بقاش خبيت عليك حاجة. انا ما يهمنيش اللي فات، اللي يهمني اللي جاي. نتفق ان احنا بنبتدي النهاردة؟ صباح الفل. الدلع ده كله من هنا ورايح دلع. فطار في السرير وغدا في السرير والعشاء كمان في السرير. لا بقول لك انا مش متعود على الدلع ده. متعود بقى. صباح القشطه. صباح النور. مش متعود على الدلع ده على فكره. متعود؟ ردتش على تليفونك ليه؟ انا يبقى معايا الحلاوه دي وارد على تليفوني؟ يمكن حاجه مهمه. مفيش اهم من كده. بس انا بحب القهوه الصبح. French coffee is being made. I like French coffee. Kisses. Actually, French kisses comes first. خبر الوقت اتأخر. طيب متأخر. واحنا مش هننزل تحت ولا ايه؟ ناقص تقولي نروح الشغل كمان. لا النهارده شغل، لا ممكن بكره. يا سلام. ابتديت
أخاف للعمر يجري. شوية لخبطة بس يخلصوا. نسافر على فينيس أو برا أو أي حتة تختاريها. نعمل هانيمون. هانيمون؟ لو أنت فاكر إن أنا هكتفي بهانيمون 10 أيام وبعد كده خلاص الحياة تبقى عادي، أنا هخلي لك حياتك كلها هانيمون. ده إيه الكلام اللي يفتح النفس ده؟ وتقولي له اخرج من الأوضة، أنا مش هغادر المكان. عارفة لو ما كانتش الظروف اللي حصلت لي كنت عملت لك فرح كبير جدا. هو اللي حصل امبارح ده مش فرح، ده احلى من الفرح، فستان احمر وطرحة بيضا. وبعدين الفرح مش مهم، المهم مين العريس ومين اللي كانت جوه الفستان الاحمر. صحيح، بس انا برضه كان ممكن اعمل حاجه اجن من كده. كفايه جنان، كفايه جنان. انت لسه شفتي حاجة؟ أنا شايف إنك خلصتي فطار. بس كفاية فطار بقى. بعدين أنا رانا الحياة بتصعب عليا، ما ينفعش نسيبها وحيدة كده، لازم نجيب لها أخ بسرعة. أمال شبشب ازاي؟ لا لازم تلبسي حاجة، هنغير وننزلك. مين اللي وحش مامي قوي؟ مين؟ مامي يا حبيبتي كنت هقعد واشوفك. كمان وحشتيني قوي. وحشتيني قوي قوي قوي. مبروك. ربنا يبارك في حبيبي. ايش كنت تقولي؟ حبيبتي والله ان انا كمان ما كنتش اعرف. مبروك يا روحي. هاي سعدو. هاي هاو ار يو؟ بصي انا هبارك فيكي يا استاذ جمال، ما قلتليش بقى مين اللي قالك. انا اللي قلت لك. وفرحت قوي قوي لما عرفت. ما انت كنت عارفه كل حاجه هتحصل امبارح وما قلتليش. لا انا اتفاجئت اول لما جيت، انا اصله اتطلب مني ولا اتصل بيكي ولا اقول لك على اي حاجه. دي كانت اوامر نديم بيه. مفاتيح الفيلا. ده الفيلا دي هتوحشني قوي. انا كمان انت هتوحشني قوي. يا روحي انت استني شوفي اوضتك الجديده. اهلا 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 اوبا. وحشتني وحشتني وحشتني. ازيك يا جمال؟ ازيك يا نهى؟ الله يبارك فيكم. ازيك يا انكل نديم؟ انكل ايه بقى؟ لا انا اسمي نديم بس، بالكتير بابا نديم. اوكي تيجي نروح نتفرج على اوضتك؟ ممكن نتفرج على اوضتها؟ ممكن نتفرج على اوضتها. يلا تعالي. نديم بيه. ايوه جمال. لحظه كنت عايز. لا انا مش عايز يا جمال، قول لها ما تكلمنيش مش هرد عليها. اعملوا بقى حاجه لوحدكم يا اخي. بقول هعمل كل حاجه بنفسي. شنو ايه ده؟ ده مش معقوله ابدا، دي حاجه مش معقوله. مش معقول كده 6000 واحد ولازم انا اقعد اشتغل انا؟ مش عارف. عايز اجازه بقى. انت عارفه اوضتك دي اول اوضه رتبتها في البيت. ميرسي. ليكي انا عايزه كيف موضوع. قولي لي بقى رامي، رجعي بقى وخلصيني بجد. ده انت كانت الفرحه تنط من وشك لما طردت. ايه اللي حصل؟ مش وقت دلوقتي، انت عروسه. عروسه برضو؟ ماشي يا سنجل. ايه
ايه رايك؟ Very beautiful. شفت السرير معمول ازاي؟ على شكل مركب. بالظبط. حلوه؟ ميرسي قوي يا انكل نادين. انكل تاني؟ احنا قلنا ايه بقى؟ ماشي يا بابا نادين. صح. ستي وده بيتك. حلو قوي. واي حاجه تقوليها تقوليها لي على طول. تقوليها لي ما تقوليهاش لماما. ماشي. انا اعمل لك الحاجات في ثانيه كده. اسمها ليسي وما ينفعش يعرف. اوكي. حلوة اوضتك. باربي زيك. ايه ده؟ هو ده بس اللي جالك من حاجتك؟ وانا كمان نص حاجتي لسه هناك. بكره الصبح اخدك ونروح نجيب بقيه حاجتنا ونقفل البيت كويس. هيوحشني البيت ده قوي. مريم طبعا انا مبسوطه قوي انك جيتي تعيشي معانا هنا، بس الموضوع ده لو مش هيريحك وعايزه تفضلي في بيت بابي هناك انا ما عنديش مانع، دي حياتك الشخصيه وانا مش هتدخل فيها، لكن طبعا انا افضل انك تبقي معانا هنا، يعني منه ان نبقى كلنا مع بعض انا وانتي ورنا، ومنه ان يطمن عليك. انا في حاجتين عايزاهم منك، ينفع أقولك عليهم؟ أول حاجة زي ما قلت لك موضوع الليسي، مش عايزة نديم يعرف عنه حاجة أبدا. أنا مش قايلة لنديم إنك متجوزة أصلا، بليز. أوكي. الحاجة التانية، أنا مفهمة إن الحالة اللي أنتي فيها دي نتيجة حادثة العربية مع بابا الله يرحمه. يعني القصة اللي بنقولها لكل الناس. ماشي. وموضوع الليسي ده خلاص قرب يتحل، هيطلعك تاني من الجزمه فوق رقبته، حتى لو اضطريت اديله قرشين ويحل عن زمانه، بس المهم ان دي ما يعرفش. انا مستعده. يلا يلا انا جعانه، قومي نتغدى، حضروا الاكل تحت. بالحق. اخبار عمك النصاب ايه؟ بيسخنك عليا يا مريم؟ بيملى قلبك غل مني؟ كده برضو؟ لغيت التوكيل؟ طب عادي. هو انت يعني فاكراني هزعل ولا هعمل مشكلة؟ بالعكس، ده انت كده ريحتيني. يا بنتي انا مش نصابه زي ما عمك بيقولك، ده هو اللي نصاب. هنصب على اختي، اختي اللي من لحم ودم، انتي عبيطه؟ ماشي يلا قومي ننزل نتغدى كلنا مع بعض تحت. قومي تغيري ليه، انت شكلك حلو. اوكي براحتك. انتي مالك بتبصي للفستان كده ليه؟ عاجبك؟ Yes.
ذوق نديم. يلا متأخريش انجزي. بقول لك ايه؟ بجد الأوضة حلوة.